الهاء. لا لا تقولين انت منين جايب هالاخبار؟ مره رقوزي مره انا مش علي احنا عصافير هوايه قلنا لك شنو بدي اعترف عصافير قبالي قاعدين لا لا مو اللي قبالت اللي برا بدي يطيرون بدي يطيرون عصافير شلي ايش فيهم؟ سالفي لي شنو المقالب اللي دائما تحبين نسويها بهم وليش يعني؟ هو شوف هو يعني احيانا يكون من الملل او ماكو شيء ف تحب شوية تغير جو وتضحك. مرة سويت مقلب كنا احنا جروب صاحباتي يعني مسافرين وقاعدين طابق واحد فأنا صاحبتي بالغرفة قاعدين نسويها فقلت كان ساعة 4 الصبح قلت فوجة شو نسوي؟ كان تقول لي ما أعرف قلت لها شفت تعرفين هذا الكولون اللي نلبسه حطيناه هيك على راسنا وحطينا كراتشف بيض هي شالت مقص وانا شريت سكين فعلا والله والكوليدور يعني مال فندق خلاص يعني اي ظلام ومدري شنو هدوء دخلنا على اول غرفه مع صاحباتي دقينا الباب فتحوا الباب اول وحده اول ما شافتنا اغمى عليها فعلا والله اغمى عليها زين اغمى عليها ها بدها انجلط وحده ثانيه صار عندها مثل يعني صرت اضرب بها اقولها انه اني رحمه اصحي عادي ترى اني رحمه شلت هاي وهي بعدها بهستيريا يعني فتقريبا من بعد هاي المقالب بعدين بهاي ورا هاي المقالب تقريبا يعني خففت لانه خفت لانه بيومها فعلا يعني كان راح يصير بيهم شيء من وراي وحده يعني ممكن يصير بها سكري او ضغط من وراي بس يعني هسه مخففه مقالب هسه مخففه انه اذا ضوج جديده من يوم مش من ايام ستارك اكاديمي هسه السوق يحتاج مقالب جديده ماكو هي اذا ضوج خلاص بطلت المقالب فتروح عندها رياضه كلش تحبها اللي هي المشي والشوبينج يعني فالشوبينج لا الشوبينج بعدها الشوبينج عند رحنا اي كنت يعني كنت احب امشي بس هسه احب طبعا شوبينج هو يعني هو انت تسوي شوبينج راح لازم صحيح هي اثنين في واحد اثنين في واحد إذا سووا شو مكان لازم تتمشي يعني اي صح صح فعلا وانت بالسيارة اول يعني واصلا الشوبينج على فكرة يعني للبنية يعني يريح اعصابها انت عندك الشوبينج تريحين عن اعصابك وتفرغ طاقتي طبعا والا انه هي هواية فرغ طاقتها وجيوبها ايوه هو جيوبي جيوبي خلصانة على الشوبينج حد النخاع يعني فاشن انه تهتم باختيار هالملابس اللي تنزل في لحظتها وما تحب الالوان الطواخ ايش عليك انت تطوها ببيتهم انا شو عايش ببيتهم دائما تحب البس الالوان الطواخ بالغوامه اي لا انا احب البس كل الالوان خاصه الجاكيت انت مهتم بيه اليوم هوايه اكو بيه فتسر يعني يعني كل الالوان احتمال انه احتمال لا احتمال المهدات من شخص قريب لك لا أنا يعني أوكي مرات يهدوني بس هاي أنا أشتريهن ذنب لا هم ما مشترى أخذ جاكيت يعني يجي هدية بيرفكت على سا يعني سايزة يعني أنا أروح أقسم بعدين هاي غالي يعني اللي يهديني هدية هسه يفكر لا ما يفكر إنه يهدي وأقول يعني اليوم وين ما يمشي دفر جاكيت جتني هدايا حلوة يعني بصراحة أحلى من الجاكيت جتني فرس هدية فرس عربية يعني الله واحب الخير يعني وكانت هديه كلش رائعه وين في مكان مخلي باي دوله بالاردن اي يعني هناك مسميهم مصطبه الخيل ها مسميهم إيه عندي فرس اسمها سالمه وفرح سالمه اي ومحبوبه الله اي وحلاوه وعدي هاي الافراس الذكور عنوان بس كيك تصير اغنيه للولد كيك وحلاوه بشكل كان سمعت شمعة حلوة من بما انه انت حافظ كل الاغاني حتى بعدها اليوم رحمه لازم اخليها تغني يعني لازم مغنيه صح انت تقايل ما راح اغني غنيت ها غنيت لا ما غنيت عشان تدندنين مشكلتي انه اني حبابه وطيبه لا وما اقدر ازعلكم وخصوصا يعني تخيل انه بس انا اريد اقول كلمه والله سوري يعني بس للمقاطعه انه اني عندي اجمل شيء اني اسوي لقاء ويا يعني مذيعين عراقيين ويا كادر عراقي لانه احس نفسي مرتاحه بالحكي راح يفهموني اذا بنكته يفهموني اكون مقهوره حاسين بي ف يعني ما اقدر ازعل هي قالت طيوبه بس هي كلش عصبيه يعني ما عندها شيء من هالجو مالي كيك وحلاوه بقاع وش اسمه حتى لو انا اختار اختار رحمه اي درس من اهلك يلا اوكي ماشي انت بمهلك بس مو فاضي بقاع كامل يعني يخرب بيتك
كيكو حلاوة بشكله كيكو حلاوة بشكله ضيعنا عادي البارحة كان يعني البارحة خلص رمضان خاف الحسد من أهله يلماشي انت بماله خاف الحسد من اهلك يا الماشي انت بمهلك وبزلزال يخرب بيتك كيك وحلاوه بشكلك زلزال يخرب بيتك كيك وحلاوه بشكلك كيك وحلاوه بس احنا بدناها يعني احنا مو مسوين برافو وياه فسامحونا اي زين ما مسوين برافو على كيك وحلاوه لانه اجت من ضمن المواضيع انه ردنا نسمعها بس اكيد انه انا مسوين خلص خلصت البرافو اصلا خلصت البرافو مو بس الا اقول لهم انه حافظها فريد لا الا اقول لهم ليش احنا راح نقول لهم راح نقول لكم انه نحيسه بخيله انه لا والله بس لانه خلص لا عاد غني الا اقول لكم مو هيجي عندي جمهوري عندك حفلة ومنتظرني فخليهم اقول لهم ما اطلع اليوم من البرنامج ما لا خلاص رحمة انه طلب من عندنا انه لازم تغني خلاص هاي اغنيتي مو دندنة لا انه دندنة لا دندنة يلا مو دندنة لا اللي تغنين كورديلا سيارة تغني مجرد كلام ولا اللي مجرد كلام يا مجرد كلام مجرد كلام الا اقول لهم الا اقول لهم يلا قالوا يحبونك وسكنا عيونك سببوا تعبي عذبوا قلبي إلا عذبهم إلا قل لهم إلا قل لهم إنك تحبني حبيبي وبد ما تحبهم إنك تحبني حبيبي وبد ما تحبهم قالوا يحبونك وسكنا عيونك انا كده يعني
ومقبولة وتجنن يعني. صحيح. أغاني حلوة. صحيح. يعني هسه شكرا. يعني حلوة مخفيفة الدم. صباح الصفا. نرجع لرحمة. رحمة أنه بالفندق. يا دي هالفندق. ترى أنه ما معادي شو الله سوية بالفندق. بالفندق سمعتي أغنية وعجبتك؟ أي أغنية؟ قرات عيوني علي صابر. اي اي اغنيه مال حرامات. 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 يعني انا اصلا اوريدي علي صابر يعني من اني من عشاقه يعني من واحب صوته جدا يعني غير انه احب الحانه احب صوته. واليوم سمعتها الاغنيه جدا رائعه واوجه لها طبعا تحيه من عبر شاشتكم وان شاء الله يعني يجمعني عمل بي لانه انا هسه دا احضر البوم. حلو. تعامل اخذت اغنيه مظفر منتظر على حن اخذت اغنيه من قيس هشام وكلمات حازم واخذت من استغفر الله العظيم نسيت اخذت من احمد حداد طبعا لا لا اخذت من احمد حداد واخذت من فايز السعيد ومن منو يا ربي بعد يعني من اسامي حلوه ومن سعود جاسم سعود بعد ملحن لي اغنيه حلوه خليجيه حلو. وبس تقريبا واغاني الوالد وبس هو البس انه اهم ملحن بين الموجودين لانه البس راح تكون انت طبعا اوكي ان شاء الله ان شاء الله. سمعنا ايضا العصفوره اللي جوا ايدي يعني قالت لي انه بتحضر العمل مسلسل ايضا هي نعرف مسلسل عراقي عربي لا لا هو مسلسل يعني شغلي يعني مسلسل بالدوحه حيكون يعني أنا هسه موجودة بدوحة على مود المسلسل. زين هو العمل عراقي عربي لا مش وخليجي؟ لا هو مو عراقي ولا خليجي يعني ما مش محدد يعني حيكون ميكس وأني من الناس اللي اختاروني من الشباب يعني اللي اختاروني أكون موجودة بالمسلسل وإن شاء الله يعجبكم لأن تحبين التمثيل أنتي؟ مو قصة أحب التمثيل بس أنا يعني تجربة وتجين تخوضيها تجربة ويعني أعتقد يعني التمثيل يساعد يعني على انك يعني ساني بالفيديو كليب نعم بخلصنا من بعد خلصنا اختاروني للمسلسل على فكره فخلصنا هواي ساعدتني والمسلسل هواي حيساعدني بعدين بالشغل صحيح. بالفيديو كليب سو تجربه وحلوه ان شاء الله نتمنى لك التوفيق يا ربي يمكن اعرف الغنى لا لا معوده ما يقبلون جمهورك ما يقبل مو احنا اكيد ولا من ضمن جمهور